انا يا ما نكذبش عليكم داك اليوم ديال رمضان ما تغروش معايا، يعني راسي طيضرني عيانه. نتوما واش بحالي بحالكم او رمضان؟ ساشون بان قبل رمضان راه كنت نصوم انا يا شي ايام ديال فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو كله حب كله حماس كله نشاط، غادي تكون فيه مائده ديال الافطار او مائده ديال فطور رمضان اوفيسيال، غادي تكون اول مائده ديال 2020 ان شاء الله. غادي يكون في الهدايا اللي توصلت بهم ميسا اخيرا وصلها الهدايا، ولكن اوفيسيال غادي يكون روتيني الرمضاني، روتيني في رمضان، روتيني في شهر رمضان، ما روتين رمضان مون اورغانيزاسيون اي دي استيس وبزاف ديال الحب. كل فيديو ان شاء الله غادي يكون فيه واحد لوك خاص بشهر رمضان، واللوك ديال اليوم فهو هذا. كيفاش جاكم البنات؟ الى عجبتكم الفكره كتبوا لي شي في التعليقات، اولا بغيت ندير لكم ان شاء الله كاع واحد الفيديو خاص باللوك وكاع جميع الفساتين اللي يمكن لنا نلبسهم في شهر رمضان المبارك، كتبوا لي شي في التعليقات. هاد الهدايا كانوا مفاجأة كبيرة بالنسبة لميوسة، مسكينة شحال هادي وهي تتسناهم. غادي يعطيكم نتوما أفكار البنات نتاعكم. يلا البنات على بركة الله شكون فيكم متحمس يشوف الهدايا؟ دونك هنايا كاينين الأثمنة ديال كل حاجة بشحال خلصناها. فوالا كيفاش جاكم هذا؟ رائع. دونك ساكادو تتحمق على اللي ساكادو ديال كليخس، رائع ولا لا؟ اللون نتاعو داير بحال هكا. وبالنسبة للساك البنات ديالو تيتباع بربعة وربعين أورو تسعود وتسعين، وبشحال شريناه حنايا؟ ناه بواحد وعشرين أورو تسعود وخمسين. وشوفو معايا هاد ستيلو، هذا شحال غزال ستيلو أون بوليش بتلاتة أورو تخون سانك. خديت هذا نوريكم، هذا داير بحال هكا تيدارو في العنق فوالا، وهادو خديتهم ليا أنايا. شوف معايا كيفاش دايرين، رائعين. بالنسبه لي سيختيت دونك هذا خدات، كاين عندها في الالوان، غادي تشاهدوا معايا بعدا قليل. دونك بالنسبه لهذا الثمن ديالو تيتباع ب 7 اورو 99، هي 8 اورو، ولكن هي شحال خداتو سيختيت ب 3 اورو 19 معايا. وهاد لي سيختيت هادو ديالي انايا، نوري لكم كيفاش دايرين. دونك هذا ديالها هي فوالا بحال هكا. دونك هذا خديتو ليا انا فوالا، هذاك خديتو ليا انا، تلبسهم هكا تفضل تيجيو فريمون زوينين، حتى يمكن لك تخرجي بهم شتو فوالا، تيجيو زوينين بحال دايره شي باندون تي راه ما دايراش الباندا فوالا. هذا احمر العصافير تزقزق. ميسا قالت لك بغات طوينغات، دونك خدينا ليها هذا دايرين بحال هكا، ولكن ماشي ديال ثقيب لودنين، ديال توينغات كليبس نديرهم هكا في لودينات نتاعها ونجربوهم. قلت لها غادي ضرو، قالت لي كنجرب. ميسا خدات دي بوباليغ، هادو فيهم ربعة ولكن ما فيهمش اللوينات، دايرين بحال هكا. ساك بنان ب 9 اورو 59، هاد الساك هذا شفتو معايا هو نورمالمون تيتباع ب 19 اورو 99 ب 20 اورو، حنا هي خدناه ب 9 اورو 59. هذا خديتو ليا انا ديال الماكياج، تهزي به شعرك فوالا باش تماكي على خاطر كان عندي واحد كنشريته من عند اليكسبريس شحال هادي كان مزير عليا وصافي مابقيتش تنستعملو، وقلت علاش لا، دايرين 40% على الموقع كله علاش لا نخوضو. دونك خديت هذا بلغوز، وهذا الماسك هذا ديال النعاس، وهذا بحال هكا دخلته ميسا. دونك انه بالنسبه للماسكات ديال الناس عندهم فريمون كيوت زوينين بزاف. دونك هذا ب 9 اورو 99 ب 10 اورو خداتو ناقص 40%، ونوري لكم هنايا الماسكات مي ب 3 اورو 99 باش باش شنو هي؟ تقام عليها ب 3 اورو 99. انظرا كيفاش جاكم هادشي كاع كله. يلا معايا دابا الغرفه نتاعتها باش نرتبوا كل حاجه في المكان ديالها. يلا thank you.
ميرسي بابي مامي، ميرسي تاتا نوال، حيت هما اللي صيفطوا ليها الفلوس باش تشري بيهم هادشي. باقي لها واحد شويه، ولكن ان شاء الله حيت غادي تحيد الكونفينمون ممكن تشري بيهم شي حوايج ليهم اخرين. يلا نتمنى هادشي ينال اعجابكم ويعطيكم افكار للبنوتات نتاعكم. هذا يا بسيطه تفرحي بيهم الوليدات نتاعك. رمضان سبحان الله العظيم تيجيك البرد، البرد واخا تيكون سخون الحال ولكن تيا فيك البرد. فنخرج تنتشمس ولي فيا مهناني، يعني تتقعدي تتشوفي هادي خاصها تجمع، هادي خاصها دير. ابخي تنمشي تنجيب لورديناتور تنقرا جميع التعليقات نتاعكم، تنخدم شي شويه في لورديناتور واحد نص ساعه بين الدراري وهما يلعبوا، وتنجمع الوقفه حيت كاين بزاف ديال الاشياء اللي خاصني نديرها. حنايا سبحان الله العظيم الامهات كنجلسو غير شي شويه دائما خاصنا نديرو شي حاجه في اليديات نتاعنا. Fais-le comment tu fais déjà. Alors, hop. Alors comment tu prononces? Vas-y. On va faire un peu. Non mais c'est des jeux. برافو. غادي 5:15 دابا ان شاء الله غادي نبداو في تحضير مائده الافطار او مائده فطور رمضان. في القوام ديال الحريره هما هادو، الحريره حامضة، وسبحان الله العظيم الحريره حامضة في كل جهه في المغرب. وكيفاش يديروها؟ بغيت نعرف دابا الجزائريات كيفاش تديروا الحريره حامضة، القوام اللي تديروا فيها واش كما انا درتها اليوم وعندكم حريره حامضة اللي هي مختلفه. دونك بالنسبه للحريره حامضة، هنايا غادي ندير الحمص اللي فزكتو، هنايا شلط بصله، هنايا عندي الكرافس وراق والكرافس اعواد، هنايا عندي شو شويه ديال المزقور، وهاد شو شويه ديال المزقور هذه عاده ديال الورزازات او ديال الناس النواحي ديال الورزازات. بحال مثلا في البلاد تيدير بزاف المزقور في الحريره نتاعتهم، جربوها وردوا عليا الخبر. زيت الزيتون، العدس، قرقوم، سكينجبير، والفلفل الاسود. وهنايا عندي واحد طريف ديال اللحم مجمد باش يعطيني البنه. تنزيد عليها الماء مزيان حتى تغطى بالماء، وتنسد عليها البوطه
وتنخليها 30 دقيقة حتى يطيبوا العناصر اللي فيها. بالنسبة للحريرة صافي دابا تقريبا طابت، باش نديلها تنزيدلها شو شوية ديال السمن من الفوق، إلا كاين عندكم جربوه تيجي الطعم ديالها ألذ. وكيلتي دير ليها الشعرية في الأخر، وكيلتي دير ليها المحمصة. أنا تندير ليها المحمصة تتعجبني بزاف ديال المحمصة. الفيديو اللي فات بارطاجيت انا وياكم دي زاستوس او مون اورغانيزاسيون باش يكون رمضان تاعكم سهل، خصوصا للعائلات الكبرى والام اللي عندها وليدات كثار تبارك الله. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هذا فعاوتاني عطاني واحد لاستوس، انا من الناس اللي درت شي حاجه ما عرفتكمش نتوما بحالي ولا لا، درت مثلا اليوم شي حاجه فنخبي مثلا منها الغدا وتنحاول نعاون بها في المائده ديال الغد لي، بحال مثلا درت لي فغيك ودرت فيهم هذه الحشوه هذه ديال الارز اللي غادي نوريها لكم عاوتاني بالتدقيق بعد قليل. اش غادي ندير فيها اليوم؟ غادي نزيد فيها غير شرائح ديال الدجاج او صدر الدجاج، ونزيد لها شو شويه ديال البهارات، شو شويه عاوتاني ديال الفرماج محكوك، وهي صافي نقصت عليا شو شويه الشغل. دابا بالنسبه اللي بغيك فكل نوبه كيفاش ندير اليوم الحشوه. الحشوه ديال البارح فزدت عليها اليوم هي شو شويه ديال الدجاج، شويه دجاج، الملحه، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، وشو شويه ديال البيرسيل او لا القزبر اليابس. بالنسبه للحشوه اللي غادي نزيد من فوقها قطع ديال الدجاج، فيها الرز مسلوق، فيها خبز محكوك، شي شويه ديال المرتديلا، وفيها البيض، وفيها البصله والقزبر المعدنوس. تنزيد عليهم الفرماج محكوك وتنزيد عليهم دوك القطع ديال الدجاج هكاك من الفوق. جربوا هاد لا غوسيت راه غادي تعجبكم بزاف البنات، وفريمون خفيفه وهكاك مع الحريره مع الحسوبه فريمون زوينه، بعدا عجبت بزاف زوجي والوليدات. بالنسبه للبريوات صفيهم كلشي، درت لهم هاد الورقه فوق كل طبقه، درت لهم هاد الورقه باش ما يتلصقوش مع بعضياتهم. ما غاديش نطيبهم دابا، غنطيبهم حتى تبقى واحد 20 دقيقه وربع ساعه قبل ما نحط الميده باش هكا باش يبقاو مقرمشين. غادي نحيدهم وغادي نمر ان شاء الله باش نصايب حاجه اخرى. ومع لي بغيك غادي ندير فويتي او فرماج دو شيف. دونك بالنسبه للعجينه المورقه فوريت لكم طريقه ديال التحضير ديالها على القناه، غادي نحاول نخلي لكم الرابط لتحت في صندوقي الوصف. دونك انايا خديت وحده ديجا جاهزه وغادي نعمرها بالحشوه اللي غادي تشاهدوا معايا هنا بعد قليل. الفرماج دو شيف ممكن لكم تعوضوه بالفرماج ديال لافاش كيغي او الخضر. هنا عندي شو شويه ديال الخزو وشو شويه ديال القرعه، نمشي شويه ديال الملحه، وهذا الدجاج مع لاصوص نتاعو اللي شاطينه من الحشوه رقم واحد نديرها فيهم. دابا نخليهم حتى يتقلاو مزيان وغادي نقول لكم اش تقدروا ديروا بهم. روست ديال العجينه وتندير الفرماج من الفوق بحال هكا، وتنجي وتنعاود عاوتاني نسدها بحال هكا. دونك تنقبض العجينه وتنسدها من الفوق بحال هكا، نخلي الجوانب شويه تيبانو
باش نبان كيف اش فيها. نقول لكم سدوها بزيتونه. دونك بالنسبه لهاد العجينه المورقه خاصهم 30 دقيقه باش يطيبوا في الفران درجه حراره 180. دونك ما تنطيبهاش حتى هي دابا، تنبقى حتى تتبقى 30 دقيقه للمغرب عاد تنطيبهم باش نحط كل شيء سخون فوق المائده. تنديروهم في الفران درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة على حسب الفرن تاعكم. شفتهم تنفخوا وحمارو صافي حيدوهم راه طابو. دابا بالنسبة للديسير أو التحلية فغادي يكون فيه شي شوية ديال ليفخوي، وهنايا كاين عندي ليفخاز، دونك غادي نقطعو إلى شرائح صغيرة بحال هكا. فبالنسبة لليفخاز نقول لكم تعوضوه بالليمون، نقول لكم تعوضوه بالتفاح، نقول لكم تعوضوه كاع بجميع الفواكه. هي عندي عصير الليمون وممكن لكم تعصروا حامضة. وغادي ندير غير ملعقة صغيرة ديال السكر، ممكن لكم تستغنوا عندها. هي عندي الكولي دو فخوي داير بحال هكا، طريقة ديال التحضير ديالو راه غادي تلقاوها عاوتاني على اليوتيوب. هنايا عندي ياغورت طبيعي، وهذه يمكن كاع تكون كوجبه للسحور. دابا غادي نقبطو واحد البسكوي كيما بغى يكون، فوالا نديرو بحال هكا من الفوق. بالنسبه للبسكوي باش يجيكم عاوتاني ديسير صحي اكثر، عوضوه بالبودره ديال اللوز، عوضوه باللوز مهرمش، او عوضوه بالفواكه الجافه، يعني شو شويه ديال اللوز، شو شويه ديال الزبيب، كاع الفواكه الجافه اللي كاينه عندكم، وغادي تكون وجبه للسحور فريمون شهيه وفي نفس الوقت سهله التحضير. وتسعود هادي حنايا تنفطرو مع 9:30، دونك باقي تقريبا نص ساعة. هنايا تنصايب لاصالاد للعشاء، إن شاء الله غادي ندير لنا سلاد. تهم دابا في الفران، والداركو ولا هي ضربت ليها واحد التجفيفة، شفيتها وهي مكسلة تماك، شفيتها باش نفطر على خاطري والدار نقية، مانبغيش نفطر في الدار الدار تكون موسخة. يلا دابا غادي نصايب الميلة هي الاولى، عاد غادي نرجع ان شاء الله نكمل العشاء، حيت انا غادي نحط فطور وعشاء في نفس الوقت. دونك هاد الطواجينات هادو هما المو، غادي نعمرهم. بالنسبه للبنات الحلويات فما تنشري حتى حاجه، كلشي تنصيبو في الدار. وغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي درت فيهم هاد الحلويات، هادو الحلويات المعصره ديال رمضان، على تحت في صندوقي الوصف. شكون فيكم اللي كان تيحضر الميده في دار والديه؟ وانا انايا كنت محضره الميده في دار والديه، حتى انني هرست لهم زليف ديال واحد رمضان كلهم كلهم طاحوا. قلت لكم في واحد الفيديو وتعجبني التاويل، تعجبني هكا الميده تكون متوله والمعنات. دونك هاد البلاطويات زوينين كاينين عند الهامهم، جمعت فيهم كاع كلشي كل حاجه في المكان ديال عمضره. كيف جاكم التاويل؟ Thank you.
هانتوما كيما شاتوا لي لاحظت الساعه راه المغرب راه فات بخمسة ديال الدقائق، ولكن قطعنا الصيام بالتمر وشو شويه ديال الماء ونبقاو عاوتاني دقائق عاد نبداو ان شاء الله نفطروا. بالنسبه لهاد الشهيوات والوصفات اللي وريت لكم اليوم ففيهم الفطور فيهم العشاء وفيهم السحور، ندير شويه 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 من كل حاجه. 9:30 او 9:35 عاد تفطري، يعني ما غاديش تاكلي بزاف شوي شوي. وبالنسبه للفواكه اللي كاينين في هذوك القنت ففواكه نورمالمون للسحور مع كاس ديال ياغورت او كاس ديال الحليب. والله يجعل البركه كيفاش تديروا فطوركم كيفاش تديروا سحوركم كيفاش تديروا العشاء نتاعتكم، واش تديروا بحال تخلطوا كل شيء في خطره او تديروا كل حاجه في الوقيته نتاعتها. كل بحالي تيدير فطور وعشاء في نفس الوقت، كيفاش جاتكم المائدة ديال اليوم اللي فيها فطور وعشاء وسحور في نفس الوقت؟ بالنسبة لي كان هذا فيديو روتين رمضان 2020، روتيني الرمضاني، روتيني في رمضان 2020 افيك دي زاستيس روسيت مون اورغانيزاسيون. ولا عجبكم وبغيتو فيديوهات عاوتاني وحدين اخرين وجداد مع سوما واذا نرجع لكم بسرعه، ديروا لايك لهذا الفيديو هذا البنات وديروا لي بارطاج، هادشي تيحمسني نرجع لكم بسرعه. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ورمضان مبارك سعيد لكم جميعا. لوصفات وحدين اخرين تابعوني على الانستغرام تنشرك في بعض الوصفات تماك، الانستغرام ديالي هو سوما تي في. الى ما شفتوش العيد ميلاد ديال ميساء داز 10 سنوات غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف، أو وركوا على هذا الفيديو هذا اللي تشاهدوا الان على الشاشه، وركوا عليه غادي تدخلوا ديريكتومون الى الفيديو غادي نتناكم تماك.